أنتقل إلى مراسلنا بدر الركابي أيضا من بغداد ومن أمام مقر اجتماع الإطار التنسيقي. بدر تسمعني؟ أعطيني الموقف. نعم زميلي أحمد، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. أتواجد الآن من أمام مقر سيد هادي العامري. هنا الإطار التنسيقي ومن معه يجتمع هنا في هذا المكتب ويرفضون ويقاطعون جلسة اليوم. هم مستمرون بالتوافد هنا إلى مكتب سيد العامري. أتحدث معك بآخر الإحصائيات بأن أكثر من 95% من النواب الإطار التنسيقي هم حاضرون الآن في مكتب السيد العامري. القيادات السياسية الحاضرة هو السيد المالكي الذي أيضا حضر وخرج قبل دقائق قليلة من الآن، أيضا السيد الفياض حاضر، والسيد العامري حاضر، والشيخ قيس الخزعلي حاضر، وأيضا حنان الفتلاوي حاضرة، باستثناء أيضا حضور السيد حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم. من المفترض أن يأتون في هذه الدقائق. أيضا مصادري من داخل مكتب العامري أكدت لي بأن الاتحاد الوطني الكردستاني يفترض أيضا سيأتي في الوقت المقبل من أجل الاجتماع أيضا هنا داخل مكتب السيد العامري. قبل دقائق قليلة كان هناك تصريح للسيد العامري، كانت التغيير حاضرة في هذا التصريح، تحدث فيه بأن اليوم الإطار التنسيقي يوجه مبادرة لكل الأطراف السياسية المتخاصمة، وأن لا يوجد ربما هناك قطيعة حتمية أو خلاف حاد بين الإطار التنسيقي وبين أيضا الأطراف السياسية المجتمعة. اليوم لدينا مبادرة للحوار من أجل حلحلة الإشكاليات الحاضرة، لكن أكد في ذات الوقت زميلي على أحمد على عدم الحضور في جلسة اليوم، وأن جلسة اليوم ستكون مخرجاتها كذات الجلسة السابقة، ونتحدث هنا عن جلسة السبت، فبالتالي لا مخرجات اليوم بانتخاب رئيس الجمهورية أو اكتمال للنصاب كما يرى الإطار التنسيقي هنا في جلسة اليوم. طب بدر، هل السيد العامري هل أوضح بعض ملامح هذه المبادرة؟ يعني تحدثت معه بشكل مباشر وشخصي حول هذه المبادرة، لم يتطرق لتفصيلات حولها، تحدث بأن هناك مبادرة ستكون وسنعلن اليوم إطلاق هذه المبادرة للتفاهم والحوار مع مختلف القوى السياسية، وأيضا تحدث حتى عن الأطراف الكردية، وأيضا سمى باسم السيد مقتدى بأن لا يوجد خلاف معهم بخصوص التفاهمات السياسية، ولكن لدينا مبادرة لحلحلة الإشكاليات. تحدث معنا ربما ستكون هناك وفود من قبلكم تتوجه لهذه الأطراف السياسية، لم يتحدث عن التفصيلات بشكل مفصل، واكتفى بقضية الحديث عن أن هناك مبادرة للتفاهم من أجل الحلحلة، ولكن يعني ما فهمته من تصريحه بأن ربما المبادرة ستتجاوز جلسة اليوم وستكون هناك حوارات، تفاهمات، لقاءات في الأيام المقبلة من أجل العودة. إذا أفهم من كلامك أن المبادرة التي يتحدث عنها السيد هادي العامري ربما لم يتم بلورتها بشكل كامل بانتظار تكامل الاجتماع المخصص الآن لمناقشة هذه المبادرة والخروج ربما بمؤتمر صحفي يعلن هذه المبادرة، هذا اللي أفهمه من كلامك بدر؟ فعليا هو قبل قليل تحدث معنا زميل أحمد بأن يعني هو أعلن بشكل رسمي عن المبادرة بحديثه لنا، ويعني تطرق بهذا الإعلان إلى الأطراف السياسية من أجل أن تصل الرسالة إلى كل الأطراف السياسية، ومن ثم البدء بعملية التفاهمات والحوارات من أجل كسر الجليد والجمود السياسي الحاضر اليوم بين التفاهمات من أجل الوصول إلى حلحلة لهذه الأزمة، لا سيما وأن العدد الكبير لربما هنا المتواجد يضمن بحسب من يتواجد هنا وبحسب مصادري من داخل الاجتماع بأنه أيضا سيجعل الجلسة غير مكتملة النصاب. يعني النائب محمد الصيهود تحدث لي بأن أكثر من 140 نائب حاضر اليوم في مكتب السيد العامري، وبالتالي لا يوجد هناك نصاب قد يتحقق في جلسة البرلمان. نتحدث عن الجلسة الماضية كان يعني بقرابة 125 نائب كانوا حاضرون في منزل السيد المالكي. اليوم في مكتب السيد العامري أكثر من 140 نائب حاضر اليوم في هذا المكتب، فبالتالي ربما جميع المؤشرات التي تؤدي إلى يعني عدم اكتمال النصاب في هذه الجلسة هي حاضرة كما يرى هنا النواب في الإطار التنسيقي. يا أكيد، يعني إذا أكثر من 140 نائب موجودين في مكتب السيد الهادي العامري وهم أيضا أعلنوا مقاطعة منه قبل البرلمان، أكيد لن تعقد الجلسة. طب يا بدر، هل لديك معلومات أخرى ممكن تفيدنا بها؟
يعني لربما هذه أبرز المخرجات التي حصلنا عليها من لحظة وصولنا إلى غاية الآن، هي لقاءات مع عدد من النواب الذين أكدوا الجميع بأنهم مستمرون بقضية المقاطعة وأنهم سوف لن يحضرون إلى الجلسة، وقد لربما تكون جلسة يعني اليوم الأربعاء هي مماثلة لجلسة سبت ولا تكون فيها مخرجات. سنكون أيضا معك بدر لاحقا، والالتحاق بين الأطراف السياسية للتفاهم، سنكون معك أيضا لاحقا إذا حصل أي مستجدات تبلغنا بها وتكون أيضا توضح لنا بها للمشاهد أيضا. أشكرك جزيل الشكر بدر الركابي مراسلنا من بغداد من أمام مقر مكتب السيد هادي العامري الذي يجري فيه اجتماع لأكثر من 140 نائب، وكما ذكر مراسلنا بدر تقريبا 95% من نواب الإطار متواجدون في هذا المكان مكتب السيد هادي العامري. وطرح السيد هادي العامري بأن هناك مبادرة لحلحلة الأزمة، ولكن لم يظهر أو لم يعلن ملامح هذه المبادرة، ربما هي في حالة البلورة حتى هذه اللحظة لإنهاء هذه العقدة، عقدة اختيار رئيس الجمهورية وجلسة البرلمان.